مين هيحمل كاس بطوله يورو 2020؟ زي ما شفنا في التقرير يمكن مربع ذهبي مثير جدا، رائع جدا. طبعا المنتخب الايطالي امام المنتخب الاسباني، وانجلترا امام الدنمارك. ايهاب تعالى مع بعض الاول قبل ما نتكلم على رؤيتك للنصف النهائي، تعالى نستعرض كده نتائج دور الثمانيه انا وانت ونشوف يعني هل كان في مفاجات، هل كان في نتائج يمكن مغيره للواقع حسب طبعا اداء المدربين او اداء اللعيبه. هنبدا بطبعا مباراه طبعا سويسرا واسبانيا، والتعادل في الوقت الاصلي المباراه 1-1، وقدرت طبعا اسبانيا تفوز بركلات الجزاء او بركلات الترجيح 3-1. شفت المباراه دي ازاي؟ منتخب سويسرا وصل مفاجاته في البطوله بعد الاطاحه بفرنسا. هو كانت مفاجاه كبيره جدا اساسا الدور اللي فات انه يتيح بمنتخب فرنسا، وبعد ما فرنسا كانت كسبانه 3-1 اثبت انه منتخب قوي. رد على الكلام اللي اتقال انه تاهل محض صدفه او كده، لا، المنتخب شيردان شاكيري نجم ليفربول واصدقائه في سويسرا قدموا مباراه كبيره جدا قدام منتخب اسبانيا. صحيح. منتخب اسبانيا كابتن منتخب متعب جدا لاي فرقه ما شفناش دوت يمكن في اول جولتين يا هادي. اول جولتين يعني. هو في انا عايز اقول لحضرتك الماتش اللي فات عامل 917 تمريره، ما بقى يعني مهول. استحواذ ده من بدايه البطوله، استحواذ الكره الاسبانيه، لكن على مستوى الشراسه الهجوميه، على مستوى مستوى الاداء اول جولتين كان في تخوف جدا من خروج المنتخب الاسباني. عايز اقول لحضرتك كانت الصحف الاسبانيه اساسا بتقول المنتخب هيخرج، وانتقادات وما انضمش نجوم من ريال مدريد وسيرجيو راموس القائد التاريخي بره وي، لكن بعد كده دلوقتي بدات تعلى رغمه الفوز بالبطوله خاصه مع اداء المنتخب والماتش اللي قدام كرواتيا لما كسبوا 5. انما الماتش اللي فات هم عانوا جدا جدا قدام الفريق ده، وخلي بالك ان الارهاق هيأثر جامد على منتخب اسبانيا. هنتكلم طبعا على دور قبل النهائي، لان هو المنتخب الوحيد اللي خد وقتين اضافيين. صحيح. في الدور ال 16 لعب وقت اضافي وفي دور الثمانيه. طيب هنتكلم على المباراه الثانيه طبعا، وفوز المنتخب الايطالي على منتخب البلجيكي بلجيكا 2-1. وشفت برضو المباراه ازاي على المستوى التكتيكي، على مستوى اداء مانشيني، روبرتو مانشيني اللي بيعمل في اعتقادي بيعمل شكل جديد للكره الايطاليه. المنتخب الايطالي واصل عروضه القويه جدا في البطوله، بيعتمد على كل كوكبه نجومه. كابتن هاني المنتخب الايطالي حتى الان المنتخب الوحيد اللي شارك كل النجوم فيه باستثناء الحارس الثالث. كل النجوم، كل النجوم اللي واخدهم معاه شاركوا باستثناء الحارس الثالث، مش الحارس الثاني كمان، ادى الفرصه للحارس الثاني كمان معاه في المباراه. فمنتخب روبرتو مانشيني بيعتمد فكر جديد، كره جديده، بيدي كل الفرقه بتلعب، كل الفرقه بتقدم، بيلعب كامواج البحر. بس ما حسيناش يعني اللي بيتفرج ما بيحسش ان في عناصر جديده، ان في تغييرات، انه يدخل عناصر جديده وسط بطوله ده شيء يعني بعض المدربين بيثبتوا 11 يعني 13 14 لعيب، لكن عشان يظهر بهذا الاداء والصوره الجميله اللي بيلعب بيها المنتخب الايطالي اعتقد طبعا مانشيني بيعمل حاجه جديده، خطوه تحسب جدا لمانشيني اللي غير كل هو فيه دلوقتي. بيتغنوا دلوقتي في ايطاليا بمانشيني، الاسلوب الدفاعي المعتاد بتاع ايطاليا خلاص اختفى، مش ما بيتكلموش عليه دلوقتي. الكاتاتشينو المشهور اللي بقاله 50 سنه اسلوب الدفاع العميق ده خلاص مش موجود. هنشوف، هنتكلم برضو معاك بالنسبه لدور قبل النهائي نتيجه. انا شايف هل مانشيني هيغير السيستم، لكن انا برضو شايف ان النتيجه دي نتيجه هي النتيجة المنتخب الافضل استحق الفوز. صحيح.